النودلز السم القاتل بيعمل مشاكل كتيرة جدا يا جماعة، ربنا يهديكوا، بطلوا تخلوا ولادكوا ياكلوه. ليه؟ لان هو ببساطة شديدة بيجيب تسمم في خلايا المخ، بيجيب ضمور في المخ، بيسبب العتة والتخلف العقلي، بيبوظ الذاكرة، بيجيب الزهايمر، بيجيب السكتة الدماغية. ده غير ان هو بيجيب ازمات قلبية، وبيجيب كمان ان هو بيسد الشرايين بتاعة القلب ومشاكل تانية كتيرة للقلب عشان فيه صوديوم كتير جدا. طيب في ايه تاني؟ النودلز زي ما انتم شايفين كده منظمة الصحة العالمية كاتبة ومحذرة عشان خاطر الاي 621 اللي موجودة في النودلز دي. منظمة الصحة العالمية زي ما انتم شايفين قدامكم كده كاتبة المادة اي 621 دي بتسبب السرطان وبتسمى القاتل الصامت. دي منظمة الصحة العالمية كاتبة الكلام ده. طيب بره العلماء كاتبين ايه على مادة البروبيلين جيريكول اللي مكتوبة اللي موجودة في النودلز، اللي هي اصلا مستخدمة عشان خاطر تمنع الرطوبة، كاتبة ان هي بتؤدي الى الفشل الكبدي. طيب غير كده الشمع اللي موجود النودلز زي ما شايفين كده بيبقى ملمع، المادة اللي فيه او الدهن اللي فيه ده عشان خاطر الدهان اللي موجود فيه ده الشمع ده بيجيب ضمور في الكلية، بتجيب مشاكل كتيرة جدا للستات، خاصة بتجيب متلازمة اكس، دي مصيبة كبيرة جدا. متلازمة اكس دي تعملوا جوجل عليها، يعني دي لوحدها مصيبة للستات، بتجيب سرطان الثدي. اي ست حامل بتاكل نودلز كتير في نسبة كبيرة جدا وخطر كبير جدا ان الجنين يطلع مشوه لا قدر الله، ربنا يسترها علينا وعليكم. بتجيب مشاكل كمان في المعدة، بتجيب انك انت بترفع ضغط الدم، بتعمل مصايب كتيرة جدا. يا جماعة بالهداوة كده انا شايف ان النودلز وطبعا النكهات اللي فيها اللي هي فيها مشاكل كتيرة جدا اي 621 والحاجات دي بلاش منها، نكهة الجمبري والخضار والمش عارف ايه وايه وايه. اطفالنا بيحبوا ياكلوا النودلز، 5 دقايق بنحضرهم، دقيقتين بنحضرهم بدل ما نعمل، لا اعملوا شوربة يا جماعة، اعملوا لهم شوربة، اقعدوا تعبوا شوية نص ساعة ساعة تعملوا فيها شوربة بلسان عصفور ولا بالشعرية، والاطفال ياكلوا، حطوا في الشوربة توم، حطوا في الشوربة ليمون، حطوا في شوربة خضار، يعني الناس تاكل وتستفيد بدل ما تاكل بعيد الشر وتمرض. في ناس تقول لك لا ده ما اطفالنا بياكلوا النودلز احسن ما ياكلوش خالص، احسن ما ياكلوا حلويات. لا ياكلوا حلويات احسن، هم هيتخنوا شويه، لكن دي كمان من مصايبها الكبيره جدا السمنه يا جماعه. اللي بياكل نودلز بيجيله سمنه، اللي دي بتنزل بيقول لك الهضم بتاعها صعب جدا، وفي نفس الوقت ان هي بتجيب سمنه والسمنه طبعا انتوا عارفين مشاكلها كتيره جدا. من مشاكل النودلز كمان الكوليسترول العالي جدا، بترفع نسبه الكوليسترول طبعا، بتسد شرايين القلب. دي بعض المصايب اللي النودلز بتعملها، تقدروا كلكم تعملوا سيرش وتشوفوا كمان بالانجليزي وبالعربي المصايب الاكتر كمان النودلز بتعملها. جماعه سوش تعملوا لايك وفولو وتتابعونا صفحاتنا الرسميه في اليوتيوب والانستغرام، تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر التنبيهات عشان خاطر يوصلكوا فيديوهاتنا الجديده اول باول. اشوفكم على خير في حته تانية كتيره جدا. سلام. اسرع علاج خلقه ربنا، الرمانه دي لما تفتحها وتضربها في الخلاط وتشربها فريش، اوعى تركن عصير الرمان، اتركن اوكسيدايز. عشان كده انظروا الى ثمره اذا اسمر، وكان الرسول يمشي في الاسواق ياكل الطعام الشهي الفريش الطازج. لغه الطازج ضاعت من عند ناس كتير. المهم الرمان دلوقتي من اسرع علاجات المعده، التهاب المعده، الحموضه، الحرقان، بيعالج المعده والقولون، ألسريتيف كولايتس، الغازات، اللي عنده غازات في المعده، متهيأ الرمان دلوقتي مال الارض. تضرب الخلاط تشربه فريش، مفيش حاجه بقى اسمركنه في الثلاجه ونقشره ونحطه في الفريزر، ضاع باظ. بالقشر الصحي، ضربته في الخلاط بالقشر الصحي، الناس مش مستقبله منك بالقشر وعايزه الحبل، الاثنين صح. زي البرتقانه، فايده البرتقانه في القشره اللي بره، فايده الليمونه في القشره. الفايدة الجميلة السحرية كمضاد للسرطان ومضاد للفيروسات ومضاد للبرد في قشرة الليمونة مش في العصير. كيف جدا. لذلك الآن في الوسط العلمي والطبي يعتقد أن السكر الأبيض هذا هو سبب السمنة، هو سبب داء السكري،
لكن النقطة المخيفة الآن أقولها لكم، الشيء المخيف أن السكر لا يظهر لنا بهذا الشكل، لو يظهر لنا ونشوفه نستطيع أن نتجنبه، ولكن هو سكر خفي. أعطيكم مثال، لا تخاف أنك تأخذ مكعب واحد وتحطه في قهوتك كابتشينو ولا لاتيه ولا في التركيش كافي القهوة التركية ولا حتى في الشاهي. الخوف الحقيقي هو من السكر الخفي الموجود في بعض المشروبات. خذ على سبيل المثال هذا مشروب تعتقد أنه صحي، هذا فيه 7 مكعبات ونصف من السكر. تحب الجوافة وتعتقد أنه عصير صحي وعصير طازج، هذا فيه 7 مكعبات من السكر، وهذا السكر الخفي. طيب الناس اللي يحبون العنب، عاشقين العنب، تعتقدون أن هذا طبيعي صحي، هذا فيه 8 مكعبات من السكر، وهذا السكر الخفي. لا نخدع بكلمات رنانة مثل عصير طازج أو بدون إضافة سكر، هذا فيه 12 مكعب من السكر. في أشياء للأسف الشديد نقدمها لأطفالنا على أساس أنها صحية. خذ على سبيل المثال الحليب اللي بالشوكولات أو الحليب اللي بالفراولة، وأي حليب بأي نكهة أعرفه فيه سكر خفي، وأي حليب بالفواكه أعرفه فيه سكر خفي. الشوكولات في 5 مكعبات، الفراولة في 5 مكعبات ونصف. مساءكم سكر، خفتم؟ تدرون عاد 80% من المواد الغذائية والمشروبات الموجودة في السوبر ماركت تحتوي على سكر خفي، وهذه مصيبة. كيف تقولوا لي إيش البديل؟ ما هو الحل؟ الحل هو شيء واحد، جعلنا من الماء كل شيء حي. لي أكثر من سنة وأنا أحذر من هذا السكر الخفي. إذا شفت أن المقطع هذا مهم والمعلومات هذه مهمة، تكفى تكفين شو